اليوم حكت لي مقدمة برنامج على التلفزيون انه بدهم يستضفوني. انا اليوم بدي اني اتجهز عشان اروح اكون متألق اليوم. على فكري اللي ما يعرفني انا ملقبة باسم ليش؟ لاني دائما بلبس اللون الاصفر والاشياء اللي فيها اللون الذهبي. هلا انا لابسة هاي الطاقية والكمامة عشان ولا حدا يعرفني. اوكي رايحة هلأ على سالون حلاقة، بدي شوي أسوي لي هيك مكياج وإلبس إكسسوارات وبدي أصبغ شعراتي. أوكي هني قربت أوصل. طيب مرحبا كيفك؟ اليوم بدي إنه أصبغ شعراتي بالوردي. مهم يلا. هاد كتير حلو، خلص حبيت. أوكي هلا رح البس تاج كاكسسوار للشعر وهيك يعني. اوكي ليك التاج كتير حلو. شكله رح البس جلوفز. طيب رح شوف شي يكونوا حلوين يعني. هذول. اوكي صار شكلي كتير حلو. هلا لازم اني اروح على مكان المقابلة اللي رح تكون على شاشة التلفزيون. اليوم اول مره الصراحه بيجي لهاي المدينه. مهم اول شي بدي اخذ صوره او سيلفي عشان احطها بالانستغرام الفيسبوك تبعي مع هذا السالون الحلاقه عشان اسوي له يعني كانه اشهار. اوكي هنا اخذت له هيك صوره حلوه سويتها هيك نايس. طيب وهلأ لازم اني اروح على مكان المقابلة يلي رح يكون فيه برنامج كتير حلو مع السيدة دانا يلي هي مقدمة البرنامج، رح تسألني وانا اجاوبها. اوكي هي البيت او الاستوديو. اوكي يلا لا بدي اصعد بالدرج. اوكي يلا مرحبا تفضلي يا النجمة الذهبية. يلا يا شكرا لك كتير. مكان كتير حلو الاستوديو والله انه المكان كتير حلو. انا بدي اخذ هون شي فيديو او افتح لايف بالانستغرام. هاي يا متابعيني، طبعا انا هلا بتواجد بالاستوديو تبع دانا، رح اترك لكم اسم. وهاي البنت عم تشتغل معه اليوم، ان شاء الله رح تكون مقابله معه كتير حلوه. باي، رح احط لكم الفيديو ترقبوها على التلفزيون. باي باي. صراحه انا كتير حبيت المكان. احكي لي شو رايك بملابسي؟ كنت حابه اعرف هون لك من هون شوية يعني قبل ما نبلش عشان هلأ رح يبلش البرنامج. اوكي ماشي. طيب انا هلأ رح روح لهون. طيب اوكي اجلس هون ارتاح. ما شاء الله المكان كتير حبيته الصراحة، يعني حلو بجد. يلا ناخذ انا وياكي صورة سيلفي تبقى يعني ذكرى انا والمقدمة. ياي يلا تعي، والله رح تكون احلى سيلفي باخدها هاي، رح حطها كمان بالانستغرام. ياي شو حلوة الصورة، ما احلى حلوة. يلا تعالي هون كمان شوية ونار، حبيتها كتير. طيب هاي كمان رح حطها عندي بالانستغرام. اوكي رح يشوفونها كتير ناس ورح تعجب. هون انا هلا عم سوي ادت للصوره، رح احط فريندز بارتي يعني حفله اصدقاء. وبدي كمان احط قلب عليها، مو ظابط يعني كتير القلب مو ظاهر، رح اسوي نجمه رح احطها. ياي هيك ياي بستين بس شويه. كتير حلوه. المهم هلا رح يبلش المقابلة صح؟ رح يبلش البرنامج. هالبرنامج رح يكون بس مباشر
رح تفتحوا مباشرة على التلفزيون؟ ايه رح يكون بتلا، هيك مو لازم نخطأ ابدا. طيب لا تخافي، تمام اوكي. هي صعدة فوق، انا كمان شكله لازم اصعد فوق. طيب اوكي يلا. مرحبا فيي بهذا الاستديو الحلو، والله يوم كبير عشان اجي لهون. واو ياي، سو مزبط وحلو لك. هاي هاي ياي لك، عم تضحكي كثير. المهم امتى رح يبلش البرنامج لك احكي؟ ما بعرف صراحه ليك. او ماي جاد، عم تصورني. اوكي صراحة كتير مبسوطة أنا بالوجود تبعي هون، والله بجد. المهم خلونا هلأ نبلش البرنامج. مو هلأ صح؟ لازم أنت أول شي تقدمي صح؟ المهم لا علينا، أنا رح أنزل من هذا المكان. إيه أنا لازم أقدم البرنامج ورح أجيب الآخرين اللي رح يعني الفريق تبع التصوير والمنتاج وهيكا الكاميرات، وبعدين نبلش. انا رح بلش بالتقديم عشان انت تدخلي على البرنامج. اه بعرف. المهم يلا شكرا. طيب فاتحي لايف. طبعا انا هلا وصلت على الاستديو يلي فيه البرنامج. هون رح احنا نسوي، طبعا معاي المقدمه هاي. لما طبعا رح يبلش روحوا ترقبوا. هلا افتحوا التلفزيون، روحوا على القناة اللي رح يبلش فيه البرنامج واستمتع. انا كمان بدي افتح لايف ليك يعني فاتحيته. هاي احنا كتير مبسوطين بالوجود تبعي الفنانة صح؟ حطولي لايك. كتير ضحك، حطونا لايك يلا. مرحبا بكم متابعينا ومتتبعينا من كل انحاء العالم، اليوم بحلقة جديدة من سلسلة نو 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 ريبيت اكسن. مرحبا بكم متابعينا متتبعينا من جميع انحاء العالم بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم سوف نستضيف نجمة شهيرة. مش مرحبا بكم متابعينا متتبعينا من جميع أنحاء العالم بحلقة جديدة من برنامجنا، واليوم سوف نستضيف فنانة جميلة جدا بتمثيلها الرائع شو اسمها؟ Okay, ready now. 3, 2, 1, action. مرحبا بكم متابعينا متتبعينا من جميع أنحاء العالم، اليوم بحلقة جديدة من برنامجنا سوف نفعل مقابلة مع الفنانة الجميلة التي سوف نستضيفها بلقب النجمة الذهبية. ياي شكرا لكم. إذن مرحبا بك أيتها النجمة الذهبية في برنامجنا. إذن اليوم سوف نفعل معك مقابلة جميلة جدا رائعة مع الجمهور الرائع الذي معنا. نعم شكرا، يعني مبسوطة بالحضور تبعي وبس. إذن النجمة، السؤال الأول راح نبلش يلي هو ليش انتي اسمك النجمة الذهبية وكيف تلقبتي بهذا الاسم؟ يعني احكي لنا شو صار وكيف. اوكي طبعا هو انا يعني قبل ما اكون يعني هيك نجمة وفنانة وممثلة ومغنية ومهم، كنت كتير لما كنت عند اهلي كنت كتير بحب اني البس اللون الاصفر والون يعني كل شيء باللون الاصفر، ويعني دائما اللون الاصفر يعني كانه جزء من حياتي، يعني فهمت شلون؟ ايه يعني اللون الاصفر مو الذهبي يعني. لا بس خليني يعني اكمل شو الفرق يعني بين الاصفر والذهبي، في فرق كبير. ويعني ليش انا اصلا اسمي الذهبي مو ما اسمي النجمه الصفريه. تا
تمام من عيوني. يلا كملي لنا. اوكي اذا الجمهور طبعا متحمس يعرف. ماشي طيب. طبعا انا بعدين كنت يعني كتير بعشق اللون الاصفر. لما بدأت شوي اكبر يعني لما كنت كتير طفلة صغيرة، لما شوي بدأت بكبر صرت يعني بلبس هيك اشياء الذهب مثلا، اذا مثلا بتعرفي شو اسمهم الاكسسوريز. ايه الاكسسوريز، الاكسسوريز كلهم لما كنت بدي ان اشتري شي واحد منهم بشتري يا اما باللون الاصفر يا اما يعني من الذهب، يعني الذهب التمين، انه يعني كنا شوي هيك اغني يعني عادي يعني ذهب كنا عم نشتري. يعني انا جميع الاكسسوريز تبعي كنت بشتري، يعني اصلا اذا بتعرفوا انه ابي وامي مغنيين، وابي عازف وامي مغنيه وممثله كمان، وكنت يعني كثير بحب الاشياء الذهبيه. واذا شفتوا الفيلم تبع الحلم الذهبي كنت مثلت فيه، كنت صغيرة كنت مثلته مع أمي بالمسلسل الحلم الذهبي، كان على أساس اللون اللي أنا بعشقه والإشي اللي أنا بحبه، فكان كتير يعني فيه إشي الذهب، يعني كنت حلمت شي حلم يعني دخلت مدينة ذهبية. إذا شفتوا الفيلم روحوا تفرجوا عليه، اسمه شو اسمه الحلم الذهبي، يعني دخلت على مدينة فيه بس الذهب، أشياء باللون الأصفر يعني بس الذهب الذهب الذهب. ايه انا شفت هذا الفيلم كان بالسينما. ايه اوكي بعدين يعني انا خلاص كنت كتير بحب الذهب الذهب ده. لما كبرت هيك تقريبا 16 سنة او 18، المهم يعني بلشت، لما بلشت بالغناء بعدين بلشت بالتمثيل، يعني صرت مشهورة وهيك فنانة خلاص، يعني بعدين صرت كتير بلاقي تعليقات والناس عم تحكي لي النجمة الذهبية، بتحكي لي الفنانة الذهبية النجمة الذهبية. خلاص بعدين أنا يعني خلاص تلقى بعدين علي اسم النجمة الذهبية، خلاص أنا يعني صار اسمي النجمة الذهبية، خلاص اسمي يعني النجمة الذهبية، يعني هلا أي واحد بيعرفني أنا النجمة الذهبية، النجمة الذهبية يعني هذا هو اسمي. واو صراحة أنا كتير حبيت القصة تبعك، والجمهور أعجبكن أو لا؟ أنا اليوم بدي أقدم شكر خاص لجميع الجمهور يلي بيتابعونا على شاشة التلفزيون أو يلي بيتابعونا مباشرة. صراحة كتير حبيت الدعم تبعكم اليوم، صراحة إحنا كتير حبينا المقابلة معك، كتير حبينا هذا الجواب تبعك. هلأ مع آخر سؤال رح أسألك ياه في البرنامج تبعنا، بس قبل ما أسأل رح أخليكن أنتوا مع فاصل إشهاري. ها نحن بعد ما رجعنا من الإشهار أو الفاصل الإشهاري راح نسألك أيتها النجمة الذهبية آخر سؤال بالمقابلة تبعنا بالبرنامج تبعنا. مرحبا. شكرا جد للدعم الخرافي تبعكم. اوكي شكرا لإلك، شكرا لإلك كمان. المهم السؤال يلي هو يعني مو سؤال بس، يعني شو بدك تحكي للناس؟ يعني احكي لنا كيف صرتي انت هيك مشهورة، وشو نصيحة للي بدهم يكونوا هيك فنانين نجوم مثلك؟ طبعا اول شي بدي احكي شلون انا صرت هيك مشهورة. طبعا انه انا عائلتي عندي امي، ابي طبعا عازف ومغني، وامي مغنية وممثلة، وعندها كتير افلام قديمة يعني. وبالنسبة لي انا يعني كنت كتير بعشق هيك اني اغني واعزف، يعني لما كنت صغيرة هيك بحب اللون ذهبي، يعني انا لما كنت صغيرة كان لازم اني اكون النجمة الذهبية عشان كنت كتير بحب الذهب واللون الذهبي والاصفار، يعني عنده علاقة مع الذهب. وكمان كنت عندي علاقة كتير وطيدة مع العزف والغناء خصوصا. أما التمثيل لما هيك صرت شوي بكبر، لما مثلت مع أمي أول مسلسل كان ناجح وحلو كتير، وأنا خلاص يعني دخلت ميدان التمثيل وهيك. إيه
ايه النصيحة اللي بتقدمي للي بدهم يصيروا مثلك؟ النصيحة هي لازم تكون عندكم شجاعة ولطافة، يعني تكونوا كتير لطيفين وشجعاء، وكمان التفاؤل والرضا، وكتير كتير الصفات اللي لازم انه تتحلوا بيها، ومو لا يعني مو بس الناس اللي بدهم يصيروا هيك زيي، يعني الكل. وبس هي النصيحة اللي بدي احكي، بس شكرا كتير لكم. والآن أيها الجمهور الرائع، سوف ننهي حلقة اليوم من برنامجنا، وأتمنى أنه يكون قد نال إعجابكم. وندع الكلمة الأخيرة للنجمة الذهبية. فطبعا اول شيء الصراحة انا كتير انبسطت اليوم لاني حضرت معاكم، انكم استضفتوني وبوجودي هون وللدعم الخرافي تبع الجمهور الحلو اليوم، وبتمنى يكون عجبكم. وبس انا الصراحة انبسطت اكتر، وكتير حبيت الجلسة معاك وحبيت المقابلة. وبس مع السلامة، بشوفكم مرة جاي يا الجمهور، يا جمهورنا الرائع. We can repeat action. وأنا كمان كتير انبسطت بالاستضافة تبعك، وكتير مرت هاي الحلقة كتير حلوة معك. وبس هلأ صار بس إني أحكي لكم مع السلامة، نلتقي بحلقة جاية. Great, you're good. أوكي. خلصنا المقابلة. صراحة كتير حبيتها بس اعتشت شوي. المهم مرحبا متابعيني، طبعا بس هلأ احنا خلصنا المقابلة واجيت للاستوديو هذا التاني تبعي، وهلأ طبعا الكل هلأ نايم، فعشان هلأ الليل فماني حابة اسوي ازعاج لكم. فتحت اللايف قصير، حخليه هون بالستوري تبع الانستغرام. بس يلا بتمنى تكونوا شفتوا الحلقة وتكون عجبتكم، وبس يلا باي. اوكي جايز، بس هيك بنكون خلصنا القصة تبعنا، وانا كمان بس هلا خلصت مونتاج. كيف ما تشوفون القصة كانت شوية طويلة، بس صراحة كتير تعبت عليها من شان تعرفوا تقريبا يوم او يومين اني صورت. وكمان طبعا مثلت معاي اختي دانا جيمر، اذا بدكم تشتركوا بقناة رح اتركها بصندوق الوصف، روحوا شوفوا قناتها، نوار كتير حلوة، افكار حلوة رح تستمتعوا ان شاء الله، روحوا شوفوها. بس بتمنى تكون عارف، وبحكم كتير باي، اشتركوا بليز بقناتي، اشتركوا كمان، اشتركوا بقناة اختي. طبعا كما تشوفون كتير تعبت على هاي القصة يعني، بس يلا باي. Bye.